اهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم بقى في المخ المقرمش من بره ده ومن جوه طري وجميل؟ وكمان معايا السلطة بتاعت المحلات، وعملنا كمان سلطة الطحينة. احنا بنجيب من بره سندوتش غالي زي ما احنا عارفين، هنعمل بقى احنا كده مع بعض السندوتش في البيت، وهيبقى بنفس طعم اللي بره بالظبط، واحلى وانضف كمان. كفاية ان احنا عارفين مصدر المخ احنا جايبينه منين وواثقين فيه. انا هنا جبت الرغيف كده ثنيته على جوه، وهحط فيه قطع المخ، وادي سندوتش المخ معانا تحفه. اللي يحب يغمز يغمز، اللي يحب ياكل سندوتش كده وعليه الطحينه ياكل. ادي بقى احنا هنا معانا المخ، هو طبعا كان في الفريزر عشان يجمد شويه، هنغسله كويس. انا هنا شطفته كويس تحت الحنفيه، وعملت له محلول كده، معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه دقيق، ونقعته كده 10 دقايق، وطلعته شطفته كويس. دلوقتي بقى انا هبتدي انضفه، بيبقى فيه كده اللي هو خيوط كده رفيعه محمره. بصوا بالراحه كده، هي بتطلع معانا بكل سهوله. المهم بالراحه عشان ما نهريش المخ في ايدينا، وطبعا المخ معانا متماسك لان احنا جايبينه طازه. بالراحة كده وهننضف. بصوا انا مقربة اهي الكاميرا، بتطلع بكل سهولة، شايفين؟ دلوقتي احنا نضفنا المخ كويس وشطفناه بعد ما طلعنا منه الخيوط دي كده بشوية مية وصفيناه من المية. هبتدي بقى ان انا امسك المخ كده بالراحة اقطعه. المخ هنا معانا بيبقى فصين، والقطعة اللي هي بتبقى في النص الرفناعة دي الكتلة واحدة، هفصلهم عن بعض. دي الكتلة واحدة اللي بقولكوا عليها، وانا اقطعها برضو لكذا قطعة. في شعيرة هنا بشيلها، شعيرة من شعيرات الدم اللي في المخ اللي احنا شلناها. هبتدي بقى امسك المخ كده وبسكينة حامية، تكون حامية كويس جدا، وهبتدي اخد المخ كده اقطعه ترنشات او حلقات زي اللي احنا شايفينها كده، وسمكها برضو يكون حلو. هقطع انا كده هنا قطعت فص واحد اهو من المخ، والفص التاني قدامنا. هنا قطعت المخ كله، وادي كميه المخ ما شاء الله حلوه. التوابل بقى عباره عن معلقه فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، وشويه الملح، ايه حوالي برضو ايه معلقه كده ممسوحه، ومعايا حوالي 3 معالق خل. انا هنا جبت بوله ونزلت بحوالي كده 4 فصوص من الثوم او 5 مطحونين، ونزلت كمان ب3 معالق الخل. وهنزل بقى كده بحوالي نص الفنجان ميه، دي ميه من حنفيه عاديه خالص، وهقلب كل ده ببعضه، وابتدي انزل بقى بالمخ. التتبيله تاني يا حبايبي مع بعض، 3 معالق من الخل، وكمان معلقه من 7 بهارات، ومعلقه فلفل اسمر، وطبعا الملح حسب الرغبه. انا هنا حاطه معلقه ممسوحه خالص صغيره، انا هنا تبلته وهسيبه كده 10 دقايق. معايا هنا كوباية من الدقيق، وعليهم معلقة كبيرة من النشا، وقلبتهم كويس في بعضيهم. هناخد بقى المخ نتبله بالدقيق. هنطلع كده، هي الشوكة مش نافعة، هنطلع بقى كده ايه بالراحة كده بايدينا، زي ما بنعمل كده في البيت بالظبط مع ايه مع نفسنا. دلوقتي بقى انا مش هتبل كده وخلاص، لا بصوا هناخد كده ايه المخ كده، ونمسك الدقيق من تحت لفوق كده، ونقلب بالراحه عشان المخ ما يتهريش معانا، وفي نفس الوقت يتبل كويس جدا. بعد كده همسك قطعه المخ كده وانفضها من الدقيق بالراحه، واحطها في طبق. بصوا يا جماعه، ولا اتهرى ولا في مثلا مهري ونازل منه فتافيت ولا اي حاجه، ما شاء الله زي الفل. والطريقه دي بتاعه المحلات، بصوا القطعه متماسكه خالص اهي. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. اهم حاجه بس في التتبيله كده ايه
من تاخدوا كده الدقيق من تحت لفوق كده بين صوابعكم في قلبيها المخ وتقلبوها. ادي كمية المخ اهي تبلتها بالدقيق، ننضف بس كده من حوالينا الدقيق اللي وقع مننا، ويلا بينا بقى ايه نقل المخ الجميل ده، لان بجد انا مستعجلة على اكل المخ. فحلة هنا وحطيت حبة زيت حلوين كده، لازم الزيت يبقى غزير واحنا بنقلي المخ. بعد ما سخن هبتدي انزل بالمخ كده قطع قطع كده، نحط قطع قطع عشان ما يلزقش ببعضه، وكمان ما نكترش الكمية. لغاية هنا بقى، لو الفيديو عجبكم عايزة لايكات كتير وتعليقات كتير، وتجربوا الوصفة دي وتقولولي ايه رأيكم فيها. انا مش هقلبه ولا اي حاجة لغاية ما ياخد لون. بعد ما حسيت كده ان هو خد لون هبتدي بقى ان انا اقلب في الراحة كده. بس حبايبي بين القطعة والقطعة انا سايب المسافة علشان تتحمر براحتها وكلها تبقى واخدة لون واحد. ده كده اللون اللي انا عايزاه. هبتدي اطلع المخ الطبق بتاعنا وواحدة واحدة عشان ما يتلكاش. ريحته مقرمش خالص، ريحته جميلة. هبتدي بقى انزل بالكمية اللي باقية. تعالوا نشوف كده المخ اللي طلع. بصوا حبايبي لونه جميل جدا، مقرمش وبصوا متماسك، وهيبقى طري من جوه. انا هنا بطلع المخ واخد لونه هو حلو زي الفل، وهخلص بقى نفس الكميه بالطريقه دي. وادي احنا هنا قدمناه، ما شاء الله مطلع كميه حلوه. وادي السندوتشات، واللي عايز يغمز يغمز. وادي السلطه الجميله بتاعت المحلات، هبقى اعملها معاكم كده مره لوحديها علشان تعرفوا هي تتعمل ازاي. بصوا الجمال والحلاوه، كانها من بره بالظبط. وكمان عملت سلطه الطحينه، ومعانا العيش الطازه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوه وتقولوا رايكم ايه، واشوفكم على الف خير.